فالمسيح أكمل، يعني أعطى وضح المعنى الحقيقي، لأنه هو علم عن المحبة لله، أكد عليها، والمحبة للقريب للنفس، وقال هذا هو الناموس والأنبياء. رفع طبعاً الإنسان إلى مستوى الروح، رفعنا من التقيد بالحرف إلى الروح، يعني الروح القدس. طبعاً أحبائي، المسيح علمنا في القانون الذهبي: كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم. ليه؟ لأن هذا هو الناموس والأنبياء. ثم أحبائي بيتكلم عن المحبة، المحبة لا تصنع شراً للقريب، فالمحبة هي تكميل الناموس. وأي الوصايا هي الأعظم؟ لما سألوا يسوع أو سألوا، قال تحب الرب من كل قلبك وتحب قريبك مثل نفسك. فكل الناموس بيتلخص بوصيتين: محبة الله ومحبة القريب. فالمسيح علم عن روح الشريعة، يسمو فوق الطقوس، لأنه قال أريد رحمة لا ذبيحة. أكمل الشريعة، أطاعها شخصيا، فأكمل كل بر. أكمل الناموس أحبائي إذ كتبوا على القلوب ليس على ألواح حجرية. شدد على، مش على حرف الروح الحرف، لكن الروح اللي بيحيي الإنسان، لأنه قال كلامي هو روح وحياة. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل.